برئاسة الفنان الأستاذ سيدي محمد الوليدي ومشاركة الفنان سيدي محمد المخطوبي. نعم، هي موسيقى الروح التي تسمو بنا عاليا لهذه المقامات، فشكرا لكم على هذا البهاء، وشكرا جمهورنا الحبيب، ومرحبا بكم مجددا مع المهرجان سيدي عبد الرحمن مجنون في دورته الرابعة. نرحب بضيوفنا الكرام. مهرجان سيدي عبد الرحمن مجنون تأتي مجموعة من القامات، ولكن الآن نمشي نستمع كلمة الجهة المقدمة والتي هي منتدى مكناس الثقافة والتربية، والتي سيلقيها الأستاذ عضو مكتب المنتدى الأستاذ حسن الزعيم، فليتفضل مشكورا تحت تصميماتكم. طبعا السيد المدير الجهوي للثقافة بجهاز فاس مكناس، السيد المدير التقليدي للثقافة بمكناس، السيد المستشار ممثل جماعة مكناس، السيد مندوب التعاون الوطني بمكناس، السيدة والسادة الشعراء والجزائريون، السيدات والسادة النساء ورجال الإعلام، أيها الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني باسم جمعية منتدى مكناس للثقافة والتنمية أن أرحب بكم في حفل الافتتاح، وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان سيدي عبد الرحمن مجنون للكلمة والحكمة، والمدة في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 رمضان 1438 الموافق من 6 إلى 10 يونيو 2015 بالمركز الثقافي محمد بن يونس والمركز الثقافي للشيخ جوبان والمنصة التحديدية. السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، تنظم جمعية منتدى مكناس للثقافة والتنمية هذه الدورة تحت شعار دورة التراث الشفاهي للتلاعب الاجتماعي، وتهدف الجمعية من وراء تنظيم هذا المهرجان إلى الاهتمام بالتراث اللامادي المغربي وتكميله، تقديم صورة إيجابية عن الشخصيات التراثية المغربية بعيدا عن الصور النمطية والخرافية، التعريف بالجسد والعروض الشفاهية كتراث ثقافي مغربي، والمساهمة في تدويره وتوضيحه عبر القصائد المختلفة بما فيها الصورة والصوت، خفض التواصل بين مختلف الجزارين الشيوخ والناشطة لصقل المواهب والمحافظة على هذه الأنماط الأدبية المغربية العريقة، المساهمة في التنشيط الثقافي لمدينة مكناس خلال شهر رمضان الماضي، وتتميز الدورة الرابعة للمهرجان بمشاركة مجموعة من ألمع الجزارين المغاربة يمثلون مدن الرباط، سلا، طنجة، تطوان، تازة، أكادير، مراكش، أسفي، خميسة، دار البيضاء، سطات، مكناس. المهرجان سيعرف تنظيم نبوة علمية تحت عنوان المحبة في أشعار سيدي عبد الرحمن مجنون بمشاركة أساتذة باحثين مهتمين بالموضوع. الدورة ستتميز كذلك بتنظيم حفل توقيع الدول الجديد للجلالة المقتدرة أسماء بوكيران رماد حلال بالمقهى الأدبي للمركز الثقافي ميشيل جوبان. المهرجان اهتم كذلك بالجانب الفني، حيث سيعرف تنظيم سهرات موسيقية متنوعة تتخللها قراءات جسدية للمركز الثقافي محمد المركز الثقافي ميشيل جوبان ومنصة تهديد بمكناس، تحيا جمعيات تراثية وموسيقية محلية. أتمنى أن تنال البرمجة المقترحة من طرف اللجنة المنظمة رضاً، واستحسانا علما بطبيعة الحال أن هذا العمل هو اجتهاد متواضع من طرف اللجنة المنظمة التي تبقى رهن إشارة للإصغاء لملاحظاتكم ولتطوير المهرجان خلال الدورات المقبلة إن شاء الله. في الختام، لا تفوتني هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل باسم اللجنة المنظمة للمهرجان إلى كل من ساعدنا على تنظيم هذه الدورة، وأخص بالذكر السيد عامل عمالة مكناس، السيد الكاتب عامل عمالة مكناس،
السيد رئيس جماعة الكناس، السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهاز باسم الكناس، السيد المدير الإقليمي للثقافة، السيد المدير مركز الثقافة الفرنسي بالكناس. والشكر موصول كذلك لشركائنا الخواص مصفرة الكناس، شركة كناس، شركة العنغان وشركة سيما كناس. مرة أخرى أشكر الجميع على حضورهم، وخصوصا السيدات والسادة الشعراء والأكاديميون والإعلاميون وكل من تحمل أعباء السفر خلال شهر رمضان الواحد، وصور السهرة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ حسن الزعيم، عضو منتدى الناس للثقافة والتنمية، على هذه الكلمة المعبرة. نعم سيدي. شكرا لكياس فعلا للكياس حمدتنا ورجالتنا الذين ساهموا بالكثير من اجل ان يسرع هذا المجال الى هذه المرحله، مرحله الرفاعه ومرحله النضج. شكرا لهذه القامات. ونحن ايضا مدينون باسم المنتدى لكل اسم شارك وساهم في ان يعرض بمهرجان عاليا ويسمو ويستمر. أكيد أمين أمر مرحلة سكرين. طبيعة الحال وصلنا لمرحلة سكرين، وطبيعة الحال منتدى مكناس للثقافة والتربية من خلال الطور مهرجان سيدي عقاب حمادي للكلمة والحكمة تحت شعار طور تراب شفاهي للتلاحم الاجتماعي. اخترنا هذه السنة باش تكرم قامة أدبية. دورت في مجال الدورة الرابعة متفردة هذه السنة، دورة كانت تميز باختيار اسم راقي جدا بالنظر إلى علياء كعبه، بالنظر إلى قامته وشموخه ومعطاه المجال الإعلامي في المغرب. كانت شغف الكناس أنها تفتح ذراعاتها. إنسان، إنسان أولا، أحد قام الإعلام المغربي بشعرائه وسجائره، اجتمع فيه مطفل صغير، إنسان عميق جدا بعمق المحيطات، ثقافته واسعة، شامخة، معشوقة، أقصد بالعشق ديال البحر، هو الرائق من اللي يهضر بصوت الخير، هو اللي يتحدى الصمت، هو اللي يتحدى مجموعة من العقبات. يشمخ عاليا، هو أمين، هو الإعلامي الكبير من طنجة الغاز. تقدم على أستاذي عبد اللطيف ميحيى وطرق على Yeah.
بعقل إنساني. تفضل دكتور محمد رصيص. دكتور محمد رصيص من مدينة من إسقاط الذي لديه هو الناقي في المجال الأداب المغربي، له شنة كذلك، له اطلاع ومحيط ملم بكل ما تجود به قرائح الشعراء والشواعر والأدباء والأديبات. مرحبا بك أستاذي، تفضل. الذي يضعني في مدينة أحملها في قلبي لأنني قضيت بها زهرة عمري وأنا في بداية الشباب. عندما كنت أدرس بإحدى ثانوياتنا، ثانوية الشامي في منتصف السبعينات، كان استقراري بنا وأنا في أوج شبابي وآتي إلينا اليوم لأجدد العشق معها وأثرت بها الأمور العرقية كما يقال. مدينة كناس تسكنني بشكل غريب من خلال مجموعة من الأصدقاء الجميلين الرائعين الذين ينتمون إلى هذه المدينة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية والملتقيات الشعرية والسجلية التي شاركت بها. وكان آخر لقاء في قاعة سينما ريجون بمناسبة الذكرى الأربعينية لاستشهاد المناضل عمر بن جلون، عندما كتبت عنه مرضية وقدمت الدارجة عنه وكتبتها في هذه القاعة السينمائية سينما ريجون. لسان عاجز تماما، كيف يمكن لي ان اتوجه بالشكر الى هذه الجمعيه الطموحه التي تحاول ان تعقد تصالحا بين الخصوصيه الثقافيه لكناس ولديهم الرهان الذي يراهم عليه المغرب حاليا والمتمدد في الجهويه المستقيمه. لا يمكن ان نحقق بعدا حقيقيا فاعلا لهذه الجهويه الا بالثقافه، وكناس في تصوري تعتبر من بين المراكز الثقافية الأساسية. أريد كذلك أن أترحم على روح أحد الأصدقاء الرائعين، رغم أنه كان يذكرني سنا لسنوات طويلة، هو الأستاذ المحقق الذي تحمل هذه القاعة الفسيحة اسمه الأستاذ محمد بنوني رحمة الله عليه، والذي كان يعود إلى مدينة طنجة وكلما حجبها إلا وأحسست بغلظة تغمرني وأرافقه إلى بيت الأستاذ الراقي عبد المنون. إذا كما ترون أيها الأعزاء أيتها الأعزاء، مجموعة من العوامل جعلتني أحمل قلبي على كفي وآتي إلى مدينة كناش لأعلن لها حشد. شكرا لكم. المعبرة تجاه المنتدى واتجاه عشقه وولعه بمدينة كناس وحنينه إلى الأيام التي قضاها بها. نستمع الآن إلى كلمة الأستاذ الناقد محمد رصيص في شهادة مضمرة كما قلت بعقل إنساني بحكم علاقته بالأعلى الكبير الأستاذ الطيبين فيها. مساء الخير. أقترح عليكم بورتريه بالحبر فقط لمبدع بصيغة الجامعة. ألطيف يحيى الإعلامي، صوت إدائي ممتلئ بالفرادة والحضور القوي، صوته الجوهري يعطيك الانطباع أنه موهوب في الغلظة والخشوع، ولكن الواقع غير ذلك تماما. ألطيف يحيى في الواقع في منتهى الرقة، إذ كلما حدثته في الهاتف أجده إما مفهما لعصافيره أو مقلما لأوراق ظهور حقيقته الخاص. مزاجه رائع تماما إلا فيما ندعه، وهو ذوق حاله الشعر الباطن فقط
حيث أخبرني أن القطر الجيران قد تهدف عصر كبير. صوت عطيف بن يحيى له عدة حكايات، آخر أنني كنت برفقته بمدينة طنجة السيطرة على تركيا تأطير لهدوة هي هناك، وكنا في إحدى المطلات وطلب الشروق. استبطأ عطيف بن يحيى حضور النادي فنداه بصوت عالي. التفت أحد الحضور نحوه قائلا: عطيف بن يحيى؟ أجاب عطيف: نعم. قال الرجل في اندهاش: لا يمكنك أن تتصور حجم تأثيرك في وجداني من خلال برامج دعوة طنجة. واقترح الرجل من نبادة خلقه تأدية كمال المشروبات، غير أن عطيف رفض في عبرة، وتحت الحافة الرجل تركه يؤدي الثمن وحده نقاش ساخن حول الأدب الروسي ومساراته. عطيف بن يحيى الشاعر يكتب قصائده بدقة جراح وشغف محب. أتمنى أن ينشد على مسامعكم قصيدة ثلاثة ضار. عندما يقرأ علي شعره في الهاتف تجدني متواطئ تماما مع عوالمه كي تزهر الدهشة غالبا ما تفشي لغته الشعرية ثمارها شتاء ضد الخوارج للطبيعة. الشعر عند عبد بن يحيى مسهبة في تحرير الواقع وسفر خلف اللام والتوقع. هو شاعر مشاكس في اغلب نصوصه، والكاتب عموما هو معارض بامتياز انه ينطرح واقعا بديلا في كل مره يكتب. عطيف بن يحيى شاعر مهاجر باستمرار، يغير لغه منطقه الشعر بين العربي المعرب والدارج، يحلو له النوسان بينهما، وهو في ذلك يرفض الاقامه الجبريه في لغه واحده، إيمانا منه أن التسكع الجمالي تنسيب لحقيقة الكتابة والجمال. تنوير لغات الكتابة بالنتيجة تجري، والتجريب هو أحد المداخل الممكنة للأداء. عطيف بن يحيى الإنسان رجل مفرط في إنسانيته وحاتمي في كرمه. يكفي أن أقول لكم أنه طبع أول دواوينه أعاصير الحزن والفرح سنة 1973، وخصص ريعه لمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أتحدث عن 5000 نسخة سنة 1992. له وفاء صوفي لأصدقاء الأمس واليوم. يكفي أن أقول لكم أنني عندما أطرت آخر محاضرة ألقيتها بمؤسسة محمد شكري مطلع هذه السنة، قام عطيف بن يحيى بتشتيت أوراق الورود على كل أرجاء المكان. اعترضت إحدى صديقاتي في سرها على القول: ما هذا؟ أجابني عطيف دون أن يسمع اعتراض صديقتي وقال: كان محمد شكري رحمه الله يعشق الورود ويحلم بفضاء مغطى به، ولذلك كتب مجموعة قصص تحت عنوان مجنون الورود. إنها قمة الوفاء للراحل الكبير محمد شكري. عطيف بن يحيى المثقف هو مثقف منخرط بإيجابية في قضايا الفكر والإبداع المغربيين، متفاعل إيجابي مع اللحظات الثقافية الفارقة. أذكر بكثير من الانتشار والخطة التطويري معه لحلقة خاصة عن فوز الشاعر الكبير محمد شكري بجائزة أبانا، والتطويري لحلقة ثانية معه لتجربة رواية محمد شكري بمناسبة الذكرى 13 لرحيله. أن عطيف بن يحيى على امتداد 37 سنة شكل رفقة زميلاته وزملائه الإعلاميين بإذاعة طنجة صوت الثقافي الحقيقي للإذاعة الوطنية، ولم يفسخ عقده مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلا قبل شهور بسبب التدخل السافر في برنامجه الرئيسي والعميق مساء الخير يا محمد. عطيف بن يحيى الصديق لعبت الصدفة الجميلة جدا والقريبة من الحتمية حملي على إلقاء محاضرة بمؤسسة محمد شكري حول الخطاب السرداتي في الشعر المغربي، وشاءت الصدف مرة ثانية أن يتفاعل مع المحاضرة برقي. ومنذ ذاك الحين صرنا أصدقاء. عطيف بن يحيى بالنسبة لي أكثر من صديق، هو أحد الأسماء الفاعلة في ذاكرتنا
ووجدان التقدم إذ صادقك ففتح لك علبة البلاطورة بكل إصرارها. لهذا أقول إن صداقته تحملني غالبا للسفر في ذاتي قبل السفر في ممكنة. صداقته بالنتيجة هي صداقة دولية وليست كمية، صداقة ملزمة لاعتبارات أن ذكر. هذا بعض من الرجل الذي عرفته وفرشه على حسني. على هذه البضاعة لم يكفي ما نقول في حق سيد عبد اللطيف يحيى. التاريخ يشهد، الإعلام يشهد، والأصدقاء يشهدون، ونحن نشهد على هذا الشموخ وهذا الحضور. بهي كعادته وشامخ سيبقى بطول العمر أستاذ عبد اللطيف يحيى. طبيعة الحال التكريم هو سلوك سامي للاعتراف بما أسدوه هؤلاء القامات، وخاصة القامة الحاضرة معنا، وهذا الضوء الشامخ لما قدمه لوطني الحبيب في مجال اشتغاله في مجال الإعلام، وخاصة في مجال الزجل في الكلمة الموزونة في الحرف المتقول. تحية مرة أخرى للأستاذ عبد اللطيف بن يحيى. ستقدمها صباح بن داود.